السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل بنات في الدنيا. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم وصفة هنعالج بيها شيب الشعر وهنطول بيها الشعر. الناس اللي شعرها بيتساقط بجد النهاردة الحل الاخير لتساقط الشعر، وكمان مغذية جدا جدا لشعرك. انا عايزاكي تعملي الوصفة وحكومي عليها بعد ما تعمليها باسبوع، تمام؟ يلا خلينا نبدأ ونشوف ايه المكونات اللي انا هستخدمها معايا النهاردة في الوصفة دي، وكلها مكونات من المطبخ، وهعمل معاكم الوصفة وهتشوفي نتيجة منها ان شاء الله. متنسوش بقى تشجعوني باللايك. هنبدأ الفيديو بتاعنا، يلا بينا. اول حاجة هنحتاجها معانا هي حبة من البصل. ما عندكوش فكرة البصل ده مغذي جدا ازاي للشعر ومفيد جدا ازاي للشعر، بس يفضل ان هو يكون البصل الاحمر ده، لان ده مفيد جدا جدا للشعر. هبدأ بس اقشرها. بعد ما قشرتها طبعا وغسلتها كويس جدا، هبدأ بس ابشرها بالشكل ده اهو. دي الكمية اللي انا محتاجاها، زي ما انتم شايفين حاجة بسيطة جدا جدا اهو. هبدأ بعد كده اعمل ايه بقى. انا معايا هنا معايا النسكافيه، هاخد منه معلقة واحدة فقط، معلقة من النسكافيه. انا طبعا مجهزاها من بالليل عشان انا مش رافعاها على النار. بتحطيها في نص كوباية مية زي ما انتم شايفة كده اهو، وهبدأ بقى اخد النسكافيه كده، هبدأ اضيفه على البصل بالشكل ده، تمام. هسيبه منقوع كده يعني مدة نص ساعة كده بالبصل، تمام. وما تخافيش من الريحة خالص، ما تخافيش. انا هقولك دلوقتي حاجة جميلة جدا جدا هتضيعلك الريحة. بصوا، كل اللي انا هحتاج ان انا اضيفه على الخلطة دي هي معلقة من خل التفاح، تمام. خل التفاح بيضيع ريحة البصل تماما. بعد ما نسيبها بقى لمدة نص ساعة او ساعة منقوعة كده بالبصل، هبدأ بقى اجيب المصفى بتاعتي وهبدأ بقى اصفيه، تمام، بحيث ان انا بقى انا كده خدت الفايدة اللي انا محتاجاها في البصل. هنضغط بس كده. عايزه اقول لكم برضو ان انا يعني لما ضفت معلقه الخل حاسه ان مفيش ريحه بصل موجوده معايا خالص. وده بقى هيبقى الغسول اللي انا هستخدمه على شعري اهو. بصوا ريحه الـ يعني الوصفه مفيهاش بصل خالص، لان لما ضفت معلقه الخل بجد فرقت كتير قوي. ازاي بقى هتستخدميه؟ تجيبي اي ازازه بخاخ عندك، ده هيبقى بخاخ هتبخيه على شعرك، تمام. ما تخافيش من الريحة خالص، زي ما قلتلك مش هتلاقي ريحة. يعني انا بجد مش شم ريحة البصل بعد ما ضفت الخل عليه. وهترشيه على شعرك مرتين في الاسبوع، وبعد كده اغسلي شعرك بعد ساعتين او ثلاث ساعات. بجد بيحافظ جدا على الشعر من التقصف ومن السقوط، وبيعالج شيب الشعر اللي هو بيبقى الشعر الابيض اللي بيبقى في مقدمة الراس. اتمنى ان شاء الله انتم تستفيدوا بالوصفه دي، ان شاء الله هتجيب نتيجه حلوه معاكم. تنسوش تشجعوني باللايك واشتركوا معايا في القناه، وهسيب لكم لينك الانستا بتاعي. تابعوني على الانستا جيجي صباح. باي باي.